السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة من قناة ميدزيديو. اليوم إن شاء الله راح نكمل التشابتر الثاني من مادة الانسترومنتال اناليسيس بالنسبة للصيدلة. درسنا في التشابتر الأول اليو في لايت، راح ندرس التشابتر الثاني الانفراريد سبكتروفوتومتري. الانفراريد هي عبارة عن أشعة تحت الحمراء. في البداية خلينا نحكي شوي عن الكتروماجنتيك راديشن. The source from where we get the light is sun or sunlight. نحن بنحصل على الضوء او مصدر الضوء هو عبارة عن الشمس او ضوء الشمس. احنا بنسميه Sunlight is a form of the electromagnetic radiation given off by the sun. هي عبارة بالنسبة لضوء الشمس هي عبارة عن electromagnetic radiation، اشعاعات كهرومغناطيسية بنحصل عليها من الشمس. Radiation from the sun which is more popularly known as sunlight هي عبارة بشكل عام نحن بنقول عنها Sunlight اللي هو ضوء الشمس. هذا ضوء الشمس ممكن نستفيد منه او نحصل عليه على عدة إشعاعات. هي عبارة عن mixture of electromagnetic wave ranging from broadcast wave. ممكن يكون عندنا هذول الأمواج عبارة عن راديو ويف، مايكرو ويف، انفراريد، الترا فيولت، فيزيبل، جاما راي، وكوزميك راي. هي عبارة عن الإشعاعات اللي نحن ممكن نحصل عليها من ضوء الشمس. بالبداية احنا بشكل اساسي بهمنا الالكترومغنتيك راديشن، الاي ام راديشن او الاي ام ار اختصارها. هي عبارة عن فورم اوف راديانت انرجي، طاقة اشعاعية بروباغانتينج ثرو سبيس باي الكترومغنتيك ويف اند اور بارتيكل كولد فوتون كومينج فروم ذا سن. احنا بنعرف انه في البداية هي عبارة عن امواج ضوئية او جزيئات بنسميها الفوتونات، تيجي كلها من اشعه الشمس. فاذا حللنا اشعه الشمس او الضوء الذي يسقط من الشمس ممكن نحن نحلله ونفرقه الى عده اشعاعات، خلينا نحكي حسب طول الموجه وحسب الطاقه. ونحن بنعرف انه العلاقه ما بين الطاقه وما بين طول الموجه علاقه عكسيه. ففي عندنا الكوزميك راي، في عندنا الجاما راي، في عندنا الاكس راي، الالترا فيولت، الانفراريد، مايكروويف، الرادار، الراديو، والبرودكاست باند. بالنسبه لنا نحن لازم نفهم ترتيبهم ونحفظ ترتيبهم، مين بيكون اعلى بالطاقه ومين بيكون اقل بالطاقه، وبالعكس تماما مين بيكون اعلى طول موجه او اكبر طول موجه ومين بيكون اقل طول موجه. فزي ما بنلاحظ الاي ار هي الأشعة تحت الحمراء، بتيجي بعد اللون الأحمر. هي نفس الشيء زي ما حكينا إنه بيكون في عندنا نحن علاقة عكسية ما بين طول الموجة وما بين الطاقة اللي تخرج منها. ففي عندنا بالنسبة للفريكوانسي نفس الطاقة، أول شيء في عندنا الجاما راي بيكون في عندنا طول الموجة 10^-9، فهي قصيرة جدا مقارنة مع الانرجي اللي بتخرج منها حوالي 10^6، وهكذا. فكل ما اتجهنا نحو الاعلى بتزيد الطاقة وبيقل طول الموجة. energy of molecule الطاقة اللي بتكون مختزنة ضمن المولكيول هي بتيجي عن طريق او تكتسب عن طريق ثلاث طاقات. في عندنا الكترونيك انرجي اللي درسناها باليوفي، في عندنا vibrational energy، وفي عندنا الروتيشنال انرجي حسب عندنا كمية الطاقة اللي ممكن تحدث او كمية الحركة اللي بتصير على الالكترونات او على الفوتونات. IR spectroscopy is concerned with the study of absorption of infrared radiation which cause vibration transition in the molecule. فأول إشي لازم نسجله عندنا إنه بالنسبة لل IR بالإنفراريد الضوء اللي بيكون الأشعة تحت الحمراء راح تعمل لنا ضمن المولكيول ما يسمى بالفايبريشن. فايبريشن هو أقل طاقة من الإلكترونيك إنرجي أو الإلكترونيك ترانزيشن. فال IR راح يعمل لنا فايبريشن اهتزازات. Hence IR spectroscopy also known as vibrational spectroscopy. نحن ممكن نطلق على ال IR ما يسمى بالvibrational spectroscopy لأنه بيعمل vibration. IR spectra mainly used in structure elucidation to determine the functional group. إذا أول شغلة بدنا نسجلها إنه ال IR بتعمل لنا vibration spectroscopy. ثاني شغلة إنه ال IR نحن بنستخدمه مشان نتأكد من الشكل تبع المولكيول عن طريق تحديد الفانكشنال جروب. فاذا الاي ار راح يحدد لنا الفانكشنال جروب بالنسبه للمولكيول. الوحدات المستخدمه بالاي ار سبيكترو بالسبيكترم تبع الاي ار، اول شيء في عندنا الويف نمبر،
الويف نمبر نحن اتفقنا انه هو واحد على لمدة، يعني واحد على طول الموج. او نحن ممكن نوجد علاقة ما بين الفريكوانسي وما بين الويف نمبر. الفريكوانسي تساوي ويف نمبر بالسي، السي اللي هي عبارة عن سبيد اوف لايت، سرعة الضوء، اللي هي تساوي 3 × 10 سنتيمتر على السكند. فمنلاحظ انه العلاقة ما بين الويف نمبر وما بين الفريكوانسي هي علاقة طردية، directly proportional. إذا حكينا عن الـ Principle of IR Spectroscopy رح نلاقي بالبداية أول إشي إنه المولكيول هي عبارة عن Atom Linked by Chemical Bond. الذرة أو الجزيئات هي عبارة عن ذرات مربوطة مع بعض بروابط كيميائية. حركة هاي الذرات مع الـ Chemical Bond رح تشبه الـ Spring and Ball، بنسميه الـ Vibration أو الاهتزاز، زي ما نحكي النابض والكرة. لما يكون في عندنا نابض متصل بكرة، فالنابض رح يكون هو عبارة عن الكيميكال بوند والكرة هي عبارة عن الأتوم. This characteristic vibration are called natural frequency of vibration، اللي هي طبيعة الترددات للاهتزازات. يعني بشكل عام نحكي انه هن حركة الذرات بتتم مع الكيميكال بوند. When energy in the form of infrared radiation is applied, then it causes the vibration between the atom of the molecule. And when applied infrared frequency يساوي natural frequency of vibration، يعني احنا في عندنا مولكيول بيكون عندنا مستقر، بيكون عندنا الذرات متصلات مع الكيميكال بوند. فاذا خضع هذا المولكيولز الى الانفراريد راديشن رح يصير في عندنا حركة لهاي الاتوم مع الباوند اللي بتكون موجودة فيها، وهاي الحركة بنسميها ال natural frequency of vibration او الانفراريد frequency. فكمية الانفراريد frequency التردد الاشعاع اللي احنا سلطناه على المولكيول رح يساوي حركة او اهتزاز هذا المولكيول. Then absorption of IR radiation take place and peak is observed. فالمبدأ اللي بتقوم عليه الـ IR spectroscopy هي انه نسلط infrared radiation على المولكيول، رح يصير في عندنا حركة بالنسبة للأتوم مع البوند، وهاي الحركة بنسميها الفايبريشن، رح يصير في عندنا بيك على الجهاز. Different functional group absorb characteristic frequencies of IR radiation hence give the characteristic peak value. طبعا رح يختلف امتصاص المولكيول او تعرض المولكيول الى الـ IR radiation حسب اختلاف الـ functional group. فمش كل الـ functional group رح يمتص نفس الكمية من الـ IR radiation، هذا الشيء رح يعطينا مختلف انواع من البيكات. Therefore IR spectrum of chemical substance is a fingerprint of molecule for identification. فبنحكي نحن انه لما بدنا نعمل identification او fingerprint للمولكيول مشان نعمل له identification احنا بنستخدم الاي ار. فالاي ار رح يعطينا القيمة الصحيحة للفانكشنال جروب اللي موجودة ضمن المولكيولز. ففي عندنا عدة مجالات موجودة بالنسبة لأجهزة الاي ار او الانفراريد راديشن. في عندنا نير اي ار بيكون من 2.5 لـ 0.8 مايكرومتر، حوالي إذا بدنا نحولها إلى سنتيمتر أو من 4000 ل 12500 سنتيمتر، واحدة سنتيمتر. في عندنا الميد اي ار بيكون من 50 لـ 2.5 مايكرومتر. في عندنا الفار اي ار من 1000 إلى 50 مايكرومتر. فمختلف مجالات بالنسبة للاي ار. نحن أكثر شيء مستخدم أو الموست كومونلي اللي بندرسه اللي هو الميد اي ار. فmost of analytical applications are confined to middle IR region because absorption of organic molecule are high in this region. بالنسبة للorganic molecule رح يكون امتصاصه للاي ار عالي في هاي المنطقة. فنحن الأجهزة اللي بنستخدمها رح تستخدم mid IR أو مجال IR متوسط. IR spectroscopy is a qualitative analytical technique that help to indicate mainly the functional group of molecule. إذا في البداية زي ما حكينا إنه الاي ار هو عبارة عن qualitative، هو بيعطينا الايدنتيفيكيشن للمولكيول، احنا من خلاله ممكن نعرف شو هي الفانكشنال جروب الموجوده ضمن الميكستشر. When the IR radiation irritated to the molecule, the part of molecule which is functional absorb it. لما احنا نسلط IR radiation على المولكيول، الفانكشنال جروب هي اللي راح تمتص هذا الراديشن. As a result of this absorbance, the molecular vibration increase. نتيجة الامتصاص هاي الـ IR radiation رح يصير في عندنا vibrational بالنسبة للمولكيول. After the excitation of molecule vibration, this molecule come back to their origin state by releasing that energy of certain wave number which
is recorded as transmittance on the spectrophotometer. يعني نفس المبدأ تبع الـ UV، بيكون في عندنا مولكيول رح يمتص الـ IR. لما امتص هاي الـ IR، هاي الأشعة رح تدخل إلى المولكيول، رح ترتبط مع أو رح تحفز الأتوم مع البوند، رح يصير في عندنا excitation للمولكيول على مستوى الـ vibration. This molecule لما ترجع على الـ original state، على الحالة الطبيعية، رح تحرر هاي الطاقة اللي كسبتها، وهاي الطاقة رح يسجلها الجهاز. ففي عندنا بعض البارامتر، بعض المقاييس اللي نحن ممكن نقيس فيها الـ functional group. The spectrophotometer give the spectra of certain wave by indicating the quality of wave. طبعا حسب طول الموجة او حسب الموجة اللي بيسجلها الجهاز رح نعرف شو هو الـ functional group. طبعا حسب الـ wave number تبع الموجة. بالنسبة للـ IR هو رح يقيس الـ absorbance مع الـ wave number، مش مع اللمدة مثل ما كان موجود عندنا بالـ UV. And the quantity of the wave, that how much wave is absorbed by the molecule, اللي هو عبارة عن transmittance. يعني قديش صار في عندنا transmittance على المولكيول مع ال wave number تبعه، ونحن ممكن نحدد شو هي ال functional group. ففي عندنا بعض الأمثلة ما بين اللي بنسميها نحن fingerprint region، اللي هي المنطقة اللي تمتد ما بين 600 إلى 1400، هي عبارة عن CC bond، CO bond، عبارة عن CN bond. في عندنا المنطقة من 1600 إلى 1800 بيكون فيها الدبل بوند ما بين CUC ودبل بوند CO ودبل بوند CUN. ما بعد ال 2000 تقريبا 2100 إلى 2400 أو 2300 بيكون في عندنا C triple C وفي عندنا C triple N. في عندنا ما يعني فوق ال 3000 عفوا بيكون في عندنا CH أو ال OH أو ال NH. طبعا الترانزميتنس نحن درسناه قبل باليو في، هو راح يكون زيه تقريبا ضمن الاي ار. از ذا فراكشن اوف انديكيشن لايت الكتروماجنتيك راديشن ات سبيسيفايد ويف لينث ذات باس ثرو ذا سامبل. يعني هي كميه الالكتروماجنتيك راديشن، الضوء تبع الالكتروماجنتيك راديشن اللي امتصه المولكيول او اللي عبر السامبل، فمن خلاله نحن ممكن نعرف قديش امتص هذا السامبل. طبعا نحن بنعرف انه ما الها وحده. IR light or electromagnetic radiation is actually thermal radiation. طبعا الـ IR هو عبارة عن إشعاعات حرارية. It means that all of the heat which feel to us or coming into the earth from sun is nothing but IR radiation. طبعا نفس الحكي، انه الضوء اللي جاي من الشمس اللي احنا بنحس فيه كحرارة هذا يعتبر IR radiation. الـ IR is low energy. طبعا نحن بنعرف انه الاي ار بتكون طول الموجة الها عالي، فراح يكون عندنا لو انرجي ولو فريكوانسي، وعلى العكس تماما بيكون في عندنا لونج ويف لينث وذ لو ويف نمبر. اكيد راح يكون في عندنا لو ويف نمبر، لانه احنا حكينا بالاساس الفريكوانسي والويف نمبر بيكون بروبوشنال. فاذا كان عندنا لو فريكوانسي فراح يكون في عندنا لو ويف نمبر. ذات كان اونلي كوز ان انكريز ان مولكيولار فايبريشن. نحن درسنا في اليو في انه حسب كميه الطاقه اللي بتنتجها الاشعاعات راح يكون في عندنا الإكسايتيشن أو الترانزميتنس أو الترانزيشن اللي بيصير على المولكيول. فإذا بتتذكروا درسنا نحن باليو في إنه بيكون في عندنا طاقة عالية فبتعمل لنا إلكترونيك إنرجي أو بتكون إلكترونيك ترانزيشن، فهي حركة على مستوى الإلكترونات. هون رح يكون الحركة على مستوى الفايبريشن، فهي أقل من الإلكترونيك. وفي عندنا رح ندرس مقدما اللي هو الروتيشنال. So by triggering molecule vibration through irradiation radiation with infrared light provide mostly information about the presence or absence of certain functional group. فبالمختصر ال IR راح يعطينا الفانكشنال جروب، هل هي موجوده او غير موجوده، بس ما بيعطينا معلومات اكثر من هيك. فهي بتحدد لنا الفانكشنال جروب اللي موجوده ضمن المولكيول. شو هن المولكيولر فايبريشن؟ What is a vibration in a molecule؟ كيف بيصير في عندنا vibration ضمن المولكيول؟ Any change in shape of the molecule, stretching of bond, bending of bond, or internal rotation around single bond. الفايبريشن هو عبارة عن الستريتشنج، هو عبارة عن البندنج اللي ممكن يكون ضمن المولكيول. هسا بنتعرف شو هو الستريتش شو هو البند. Why we study the molecular vibration؟ ليش نحن ندرس الفايبريشن تبع المولكيول؟ Because whenever the
interaction between electromagnetic wave and matter occur so change appear in this vibration. لما يصير في عندنا تفاعل ما بين الالكتروماغنتيك راديشن او الويف مع المولكيول راح يتغير عندنا شكل هذا المولكيول، ومن خلالها نحن بنعرف انه صار في عندنا vibration. Requirement for the absorption in the IR region by matter. المادة لحتى تمتص الـ IR شو لازم يكون في عندها؟ أول إشي the radiation must have precisely the correct energy to satisfy the energy of the material. لحتى يصير في عندنا vibration أول إشي لازم يكون في عندنا كمية طاقة لازمة لحتى تتحفز هاي المادة. ثاني شيء there must be coupling between the radiation and the matter. لازم يكون في عندنا interaction ما بين المادة وما بين الراديشن، بنسميه الكابلينج أو الانتراكشن. Radiation is IR region has a proper energy to cause vibration transition in the molecule. نعرف نحن إنه IR رح يعمل لنا transition vibration vibrational transition يعني حركة اهتزازية ضمن المولكيول. To satisfy the first requirement for absorption لحتى نحقق أول شرط اللي هو وجود الطاقة اللازمة لحتى يصير في عندنا الـ vibration. A given frequency if IR corresponding exactly to a fundamental vibration frequency of a given molecule. لازم يكون في عندنا frequency لحتى تكون الـ IR تعمل لنا vibration للمولكيول أو satisfying. لحتى نحقق الشرط الثاني من الابزوربشن الا وهو اللي ذكرناه قبل شوي انه يكون في عندنا انتراكشن ما بين الاي ار راديشن وما بين الماتر، the molecule must undergo in change in the dipole moment when the fundamental vibration occur. لما يصير في عندنا vibration بالنسبه للمولكيول لازم يكون في عندنا تغير بالدايبول مومنت. الدايبول مومنت اللي هي فرق الاستقطاب او فرق الشحنات ما بين المركبات وما بين او ما بين الفانكشنال جروب. If no change in dipole moment occur when the molecule vibrate there is will no interaction. ما رح يصير في عندنا interaction ما بين الاي ام ار وما بين المولكيول او ما بين الماده، فهذا الشيء ما رح يصير في عندنا vibration. فالشرط اللي لحتى يتحقق الانتراكشن لازم يكون في عندنا dipole moment. dipole moment هي يعني زي ما محكي لكم انه بيكون عندنا فرق ما بين الشحنات او فرق قوة ما بين الذرات، يعني ذرة بتسحب اكثر من ذرة، فهون بيكون في عندنا دايبول مومنت اللي هي بتكون مؤقتة، هي عبارة عن فرق شحنات مؤقت ضمن الموليكيول نفسه. فاذا كان متساوي يعني هون ما في عندنا دايبول مومنت، فهذا ما رح يصير في عندنا انتراكشن. في هاي الحالة لما يكونوا ما في عندنا دايبول مومنت فمنسمي الاي ار انأكتف غير فعال. فزي حالتنا هون عندنا بالنسبة للمي في عندنا ذرة الأكسجين، في عندنا H و H كل واحدة بتسحب من طرف، فهاي محصلة سحب ال H وال H بالنسبة لل O متساوي، فبهاي الحالة ما في عندنا dipole moment فما في عندنا interaction ما بين ال IR وال water molecule. All possible modes of vibration of water molecule involve a change in dipole moment. لازم يكون في عندنا تغير بالدايبول مومنت ضمن المركب. في عندنا بعض الأمثلة يعني بتوضح لنا إنه ممكن يكون في عندنا دايبول مومنت ولا ما بيكون في عندنا دايبول مومنت. بالنسبة للحالة اللي هي بتكون فيها الـ A، في عندنا بنلاحظ إنه الـ O والـ O تسحب من C بنفس القوة، فهون ما بيكون في عندنا دايبول مومنت. بهالحالة هاي the figure show that its dipole moment is zero، بيكون عندنا dipole moment zero فبيكون عندنا ال IR inactive. بالحالة B more important is that change in dipole moment is zero when the molecule is symmetrically stretches. لما يكون في عندنا بالحالة B بيكون في عندنا ال O بتسحب وال O بتسحب بنفس بعكس الاتجاه، فما بيكون في عندنا dipole moment في هاي الحالة. هنا ممكن نحكي انه الـ IR inactive. اما بالنسبة لما يكون يعني متماثل متناظر symmetric يعني متناظر، اما بالنسبة للحالة C بيكون في عندنا الشد مختلف باتجاهين مختلفين، فبيكون في عندنا هون اختلاف بالاستقطاب، فبيكون في عندنا dipole moment، فهون الـ infrared بنسميها active او ممكن يكون في عندنا infrared active. شو هي dipole moment؟ The dipole moment of two equal and opposite charge is the product of the charge and the distance. dipole moment ممكن نحسبها او ممكن نرمز يعني نعبر عنها هي q بr. ال q اللي هي charge وال r هي distance. يعني لما يكون في عندنا زي ما شفنا بالمثال السابق في عندنا o، في
في عندنا O، فهاي الO بتسحب بهذا الاتجاه، وعندنا هاي الO بتسحب الاتجاه الآخر. فهون في عندنا فرق بالاستقطاب، فبكون في عندنا dipole moment. R is the distance between the center of the charge. هذا الشيء مش مهم كثير، ولكن احنا مهم نعرف انه dipole moment هو عبارة عن two equal and opposite charge، يعني بكون في عندنا شحنتين متعاكستين او متساويتين في القيمة ومتعاكستين بالشحنة، يعني سالب وموجب او موجب وسالب الى اخره. The IR spectroscopic process، العملية اللي يصير فيه IR spectroscopic as a covalent bond oscillate due to the oscillation of the dipole of the molecule a varying electromagnetic field is produced. لما نحن نطبق electromagnetic radiation او field على molecule بصير في عندنا بالنسبة للcovalent بوند اوسيليتيز، يعني بصير عندنا تذبذب بالنسبه للكوفالنت بوند. هذا الشيء بسبب تذبذب الدايبول تبع الموليكيول نتيجه تعرضه للالكتروماغنتيك فيلد. يعني احنا اذا سلطنا الضوء على موليكيول رح يصير في عندنا اختلاف بالسحب او بالشد بالنسبه للالكترونات، لانه بالنسبه للروابط عفوا، لانه بالاساس في عندنا اختلاف بالدايبول مومنت. The greater the dipole moment change through the vibration, the more intense the EM field that is generated. يعني لما يكون كل ما كان فرق الاستقطاب أو فرق الشحنة ما بين الـ two atom أو two molecule، هذا الشيء رح يزيد عندنا من احتمالية تأثره بالـ EM field. فزي ما نلاحظ عندنا هاي الذرة، ولنفترض أنه هاي الذرة رح تكون موجبة وهاي سالبة، ففي عندنا فرق كبير بالاستقطاب او بالدايبول مومنت. When a wave of infrared light encounter this oscillating EM field generated by oscillating dipole of the same frequency the two wave coupling and IR light is absorbed. هي يعني انه بيحكي لنا انه اذا كان في عندنا تو مولكيول انهم نفس الاوسيليتنج او نفس الويف رح يصير في عندنا كابل ويف. هذا حكي فاضي وما مش كثير يعني تركزوا عليه. The coupled wave now vibrate with twice the amplitude، بيكون في عندنا تو amplitude بالنسبه للمولكيول، حكي فاضي. Type of molecular vibration، أنواع ال vibration زي ما حكيت لكم في عندنا نوعين من ال vibration، في عندنا ال stretching vibration، في عندنا ال bending vibration. بالنسبة لل stretching vibration، the stretching vibration in which the distance between two atoms around a bound varies with time are of two types symmetrical and asymmetrical. بالنسبة لل stretching اللي هي زي ما بنحكي الشد ما بين two atoms حول الرابطة الكيميكال بوند، في عندنا نوعين من stretching، في عندنا symmetrical stretching vibration، في عندنا asymmetrical stretching vibration. السيمتريكال بيكون عندنا الشد متناظر على الجانبين، الاسيمتريكال واحد بشد أكثر من الثاني أو ذرة أكثر من الأخرى. بالنسبة للسيمتريكال the side atom move away from the center atom، يعني الذرتين رح يتجهوا عكس السنترال اتوم، كل واحدة باتجاه مختلف. Along the molecule axis and the after reaching maximum displacement move back toward the central atom. يعني في هالحالة هاي بيكون عندنا الذرتين رح يتحركوا نحو اتجاهين مختلفين، ولما يوصلوا للماكسيمم displacement رح يرجعوا إلى مكانهم الأساسي أو السنترال اتوم. في عندنا asymmetrical stretching vibration اللي هو بيكون الاهتزاز أو الشد الغير متناظر، بيكون one side of atom approach the central atom while moving back to from other، يعني واحدة بتتجه مع الآخر أو في اتجاه عكس الآخر أو نحو الذرة المركزية. رح يتوضح عندنا أكثر إشي في هاي المثال أو في هاي الرسمة. بالنسبة للمثال الأول في عندنا symmetrical stretch بالنسبة لل H مع الذرة ذرة الكربون، كل واحدة بتشد باتجاه مختلف عكس او ابتعادا عن الذرة المركزية، ولما يوصلوا للماكسيمم رح يرجعوا الى بالقرب من ذرة الكربون او الذرة المركزية نحن نسميها. بالنسبة للاسيمتريكال ستريتش اللي هو الشد الغير متناظر، واحدة بتتجه نحو السي، واحدة بتتجه بعيدا عن ذرة الكربون. هاي نفس الحكي في عندنا بالنسبة للسيمتريكال ستريتش، هاي في عندنا الكربون وعليه ثلاث هيدروجينات، كل واحدة تتجه باختلاف باتجاه مختلف. بالنسبة للاسيمتريكال ستريتش هذول الثنتين بروحهم باتجاه وهاي بتروح باتجاه آخر.
هاي بالنسبة لل stretching. أما بالنسبة للنوع الثاني من ال vibration اللي هو ال bending vibration, in this in the bending اللي هو deformation vibration, the angle between two atoms varies with time. يعني الزاوية ما بين الذرتين راح تختلف, يعني المسافة ما بين الذرتين مع الذرة المركزية ما راح تختلف, وإن اللي راح تختلف اللي هي الزاوية. فإذا بدنا نقارن بيناتهم, بالنسبة للستريتشنج هي تغير في الديستانس اللي هي المسافة, أما بالنسبة للبندنج اللي هو راح يكون تغير بالأنجل اللي هي الزاوية ما بين ذرتين. في عندنا أنواع مختلفة من البندنج أو التغير في الزاوية بالنسبة لل الفايبريشن. في عندنا السوسرينج, في عندنا الواجينج, في عندنا الروكينج, في عندنا التويستينج. فزي ما ملاحظ بالصورة بالنسبة للسوسرينج زي المقص, انه هذول الذرتين بالنسبة للإتش والإتش المسافة بيناتهم او الزاوية بيكونوا باتجاه بعض زي حالة المقص. بالنسبة للواجينج بيكون في عندنا الثنتين بتجهوا بنفس الاتجاه في تغير الزاوية. اما بالنسبه للتويستينج اللي هي اللف والدوران بتكون اوت اوف بلان, خارج المحيط او خارج المستوى تبع المستوى ثلاثي الابعاد مع الكربونه هاي. في عندنا بالنسبه للروكينج بتكون ان ذا بلان, في نفس المستوى بيتحركوا الثنتين. فخلينا نشوفهم كتعريف. ذا بيندينج فايبريشن كان بي فاردر كلاسيفايد از, زي ما حكينا في عندنا الواكينج, روكينج, تويستينج, سوسرينج. بالنسبة للواكينج أو الواكينج عفوا, where the structural unit swing back and forth in the plane of molecule. خلينا نرجع على الرسمة. فهنا في عندنا احنا بالشابتر غلط, انه هنا بيكون هو out of the plane, خارج المحور تبع الذرة المركزية. صلحوها انه هون بيكون out of the plane. وبالنسبة للروكينج بيكون عندنا, خليني أتأكد منها بس, تمام. والروكينج هاي شايفينها in the plan, عندنا بالتشابتر بالتعريف حاطين out of the plan, بس صلحوها. يعني هاي بدال out حطوا in, وهاي بدال in حطوا out. فبنرجع, الواجينج هي عبارة عن حركة بيكون في عندنا back و forth إلى الأمام والخلف out of the plan. هاي لازم نركز عليها إنه هي out of the plan, خارج المحور. بالنسبة للروكينج بيكون في عندنا swing back and forth أيضا إلى الأمام والخلف, ولكن بيكون in the plane, ضمن المحيط أو المحور تبع المولكيول. التويستينج هي عبارة عن rotate, هي التفاف, twist يعني يلتف, about bound which joins it to the rest of the molecule, حتى أنها ترجع إلى الحالة الطبيعية أو حالة الراحة تبعها. السوسرينج بيكون في عندنا the two hydrogen of methylene group move toward each other, يعني بتحركوا كل واحدة نحو الأخرى زي حالة المقص مثل ما قلت لكم. فنحن إذا درسناها زي هيك راح نفهمها أكثر بالنسبة للحركات البندينج. When stretching and bending vibration are IR active, يعني أميت بيكون في عندنا الستريتشنج والبندينج active. Molecular dipole moment must change during vibration to be IR active. زي ما حكينا لازم يكون في عندنا dipole moment بالنسبة للمولكيول نفسه. This oscillating dipole interact with the oscillating EM field of the photon leading to absorption. يعني لازم يصير في عندنا interaction زي الشرطين اللي حكيناهم قبل شوي. أول إشي إنه يكون في عندنا dipole moment, ثاني إشي لازم يكون في عندنا interaction ما بين ال dipole moment وما بين ال EM field. Theoretical number of fundamental modes of vibration. شو هاي الأرقام الافتراضية اللي بيحطوها بالنسبة للفايبريشن؟ It's useful and fairly accurate to visualize a molecule as an assembly of ball and spring in constant motion. The ball representing nuclei and the spring representing chemical bond. هون بيحكوا لنا انه يعني كيف هم استندوا على هاي الارقام او وضعوا هاي الارقام او الفرضيات على بالنسبه للفايبريشن. بيحكي لنا انه في عندنا هم اتجهوا الى مبدا الكره والنابض, فالكره شبهوها بالذره او نواه الذره, وبالنسبه للسبرينج النابض اللي هو عباره عن الكيميكال بوند زي ما حكيت لكم. The theoretical number of fundamental modes
of vibration of a molecule containing n atom is 3n6 modes and non-linear molecule or 3n5 modes for linear molecule. Each numeral vibration is associated with characteristic frequency. Toluene, for example, with 15 atom has 39 numeral vibration, thus 39 fundamental frequency can be found spectroscopically.